هذه المحاضرة هي رسائل لمن ضاقت عليهم الحياة. هذه المحاضرة هي رسالة لمن لا يجد قوت يومه ولا مصروف عياله. هذه المحاضرة لمن نظر إلى الحياة فلم يجد فيها لا رزقا ولا وظيفة ولا زواجا. تعالوا بنا لنقف على باب الله جميعا. تعالوا بنا لنأخذ يدا بيد. تعالوا بنا لنأخذ ساعدا بساعد. ولنقف جميعا على باب الملك. باب الملك من يقف عليه؟ يقف عليه الملك والمملوك، يقف عليه الغني والفقير، يقف عليه الذكر والأنثى، الرئيس والمرؤوس، الصغير والكبير، كل هؤلاء لابد أن يقفوا على باب الملك. فلو أغلقت بابه، لو أغلقت أبواب الملوك، لو أوصدت أبواب الأغنياء، يبقى الباب الوحيد الذي لا يوصد هو باب الله. بدأ كتابه ببسم الله الرحمن الرحيم. ما قال الله بسم الله القوي، قال بسم الله الرحمن الرحيم، ليقول الله لك أنا معك من البداية رحمن الرحيم، أنا معك من البداية رحمن الرحيم. لو ضاقت بك الحياة أنا الرحمن الرحيم. لو اذهمت عليك واجتمعت عليك كل مصائب الحياة أنا لك الرحمن الرحيم. أحبتي، ابتلى الله عز وجل عبدا له من الصالحين، فماذا قال الله لملائكته؟ اسمع، قال الله لملائكته لقد ابتليت عبدي لأجل أن أسمع صوته. أيها الحبيب، لربما تمر بك الحياة، لربما تمر بي الحياة أيام وأسابيع لم أقل يا رب، لم أنادي بصدق، بصدق الذل والانكسار يا رب. قد تمر علي سنوات لم أستيقظ في السحر ولا في الثلث الأخير، لم أنادي في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لربما العين لم تبكي من خشية الله من أسابيع، فالله يضيق الحياة شوقا إلى سماع صوته، لأن الله يريد أن يسمع صوته. أيها حبيب، لا يقلق في الحياة من كان له أب، لا يقلق في الحياة من كان له أب، فكيف يقلق من كان له رب؟ اسمع أيها الحبيب، الله سبحانه وتعالى يريد أن يسمع أصواتنا، أصوات الذل، أصوات الانكسار بين يديه جل في علاه. تعالوا بنا لنتحدث في هذه الدقائق عن باب عظيم نسيه الناس، عن باب عظيم لم يدخله الناس في يومنا، إنه باب الإلحاح على الله. الناس اطلب منها مرة واطلب منهم مرتين يغضبون. أبواب الملوك كلها مغلقة، أبواب الأغنياء كلها مغلقة، والله جل في علاه يغضب إن لم تطلب منه مرة ومرتين بل مليون مرة. أتدري ماذا يقول الله؟ جاء في الأثر أن الله يقول أنا غاية الآمال كلها، من ذا الذي وقف على بابي فطردته؟ أو من ذا الذي أملني لنائبة فلم أعطه؟ أو من ذا الذي رجاني لعظيم فلم أعطه؟ أنا غاية الآمال كلها. أيها الفقراء، أيها المحرومين، الله يقول لكم أنا غاية الآمال كلها، فكيف تنتهي الآمال؟ فكيف تنتهي الآمال دوني؟ تعال وانظر، بعض
بعضنا يرزق المال فيرفع رأسه، وبعضنا يحرم المال فيدل رأسه. ذاك الذي أعطاه أعطي المال، من الذي أعطاه؟ الله. وذاك الذي حرم المال، من الذي حرمه؟ الله. ذاك المريض على سرير المرض، من الذي أمرضه؟ الله. وذاك صحيح البدن، من الذي شافاه؟ الله. فالله الذي قدر على أن يمرض هذا سيشفيك أنت، والذي قدر على أن يعطي هذا الغني لن يحرمك أنت. تدري لما؟ لأن هذا عبد الله وأنت عبد الله، لأن هذا عبد الله وأنت عبد الله. الله سبحانه وتعالى لو أطفئت عليك شمس الحياة الله يضيئها ولو بعد حين، لكن نادي معي، قل يا رب المحرومين أعطني، يا رب المكسورين اجبرني، يا رب التائهين دلني، يا رب الفقراء أغنني، يا رب الضعفاء قوني، يا رب الأدلاء أعزني. نادي الله سبحانه وتعالى سيعطيك. الله إن وقفت على بابه لن ترجع، لن ترجع هكذا دون شيء. والله إذا أعطى أدهش، الناس تعطيك لكن تعطيك على مبرد، وربما تعطيك على دفعات، لكن الله إذا أعطى أدهش. ولكن الله يريد منك أمره، الله يريد منك أمرا واحدا، أنه إذا كنت في باب الحرمان أن تحسن الظن بالله، وإن كنت في باب العطاء أن تحسن الظن بالله. لأن الناس اليوم عند العطاء تفرح وتذهب بعطائها وتهرب، فإذا حرمت عادت، فإذا حرمت بدأت تشكو إلى فلان وتشكو إلى فلان. قال أحد الصالحين: ما عرفنا الصبر إلا في السراء، وما عرفنا العافية إلا في الضراء. ما عرفنا الصبر إلا في السراء، وما عرفنا العافية إلا في الضراء. لأنه من عرف الله في الرخاء سيعرفه الله في الشدة، من عرف الله في الرخاء سيعرفه الله في الشدة.